هما بيعملوا محاكاة للأرض الواقع بحيث إنك أنت بتحط الأبليكيشن على الخريطة مثلا، فهو بيدخلك أوريدي على البلد نفسها، بيشرح لك البلد بتفاصيلها بحاجتها كل حاجة. الأجهزة الإنسان نفسها هو بيعرض عليك نقط معينة وبيبدأ يحلل النقط دي جوه جسمك، كل تفصيلة في الجسم ما بتبقاش في شكل صورة، هي بتتحول لبرنامج سيميوليشن كأنه بيحصل جوه الإنسان بالفعل. حاول يعني حركات كأنك جوه البني آدم، جوه جسم البني آدم. هما شافوا حاجات في الفضاء، طلعوا الفضاء وشافوا الدنيا فوق كأنهم في الفضاء بالظبط، بيلفوا حوالين كوكب المجموعة الشمسية، شافوا الخريطة، دخلوا على كل بلد، شافوا تفاصيلها، دخلوا على كل بلد لايف. يعني هي تقريبا متصممة إن هي تخش نقطة مثلا أسبانيا مصر، فتخش على مصر تديك تعداد السكان وأهم المعالم اللي فيها. دخلوا على جسم الإنسان من جوه، شافوا الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وإزاي بيشتغل. فكرته حلوة كسيميوليشن بالنسبة للأطفال، وهو محاكاة يعني للواقع، هو بيشوف الكلام ده بعينيه أكتر من إن هو بيسمعه أو بيقراه يعني. فدي بتبقى في الذاكرة عنده مرتبطة بصورة معينة، ودي أعتقد إن هي فكرة الشركة نفسها، إن هي الصورة هي اللي بتربط مش